عندما أذن الله تعالى لنبيه الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة، وإنه يترك وطنه الحبيب مكة المكرمة، وقف سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عند حدودها، حدود مكة، في مشهد تنفطر له القلوب. ونظر سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى مكة المكرمة بعين المحب الحزين على مفارقتها، فقال مخاطبا لها: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. وبيذكرنا المشهد ده بحديث، لو حضراتكم تتذكروا، حديث بدء الوحي، عندما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجته السيدة خديجة رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، وقص عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما حدث معه في الغار، فقال له ورقة: ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فاستغرب النبي عليه الصلاة والسلام مما قاله ورقة، يعني ليه هيخرجه قومه؟ ده أثار تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، وسأله: أو مخرجيهم؟ فأجابه ورقة: نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. واللي انت تلاحظه إن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام وقف عند كلام ورقة، متأمل في حمل قومه له على مفارقة وطنه المحبوب، لأنه من الطبيعي الفطرة السليمة تجعل الأوطان في مكانة عظيمة في قلب من سكنه، لأن المؤمن كله إخلاص ومحبة ووفاء لكل شيء، لوطنه ولأهله ولأحبابه ولكل من له فضل وحق عليه. وعلى الرغم من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن هنا تشوف عظمة الرسول الكريم، على الرغم من هجرة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة، إلا إن حبه وحنينه لمكة المكرمة لم يتغير أبدا. هو فارقها بجسده، لكن ظل حبها في قلبه صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يحن إلى مكة المكرمة، وخاصة لما يذكروا مكة في عند النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه لما قدم أصيل الغفاري، قدم من مكة المكرمة وسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قدم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وسألوا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن حال مكة، وده سؤال المحب عن المحبوب، فبيسألوا عن حال مكة، إزاي مكة، كيف مكة، إيه وضعها. فظل يذكر أصيل الغفاري يذكر له شيئا عنها، يعني عن مكة، وقال له عليه الصلاة والسلام لما لقى بقى الحالة الوجدانية والشعورية بدأت تتحرك بشدة لمجرد إنه حكاله خبرا عن مكة، فقال له صلى الله عليه وسلم: حسبك يا أصيل، لا تحزننا، ما تقلبش علينا المواجع، دع القلوب تقر قرارها، خلي القلوب كده سكنة ومطمئنة وهادية، لأن مجرد ذكر مكة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وطن النبي المحبوب، يعني أثار ما أثار في نفسه وفي قلبه الشريف صلى الله عليه وسلم. حتى الأمر ده ظهر في أحوال الصحابة الكرام من المهاجرين اللي هاجروا مع النبي عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، تجدهم كذلك عانوا من ألم فراق وطنهم، فتجد إن بعضهم إلا أصابته الحمى كسيدنا أبي بكر الصديق وبلال بن رباح رضوان الله تعالى عليهم جميعا، وبدأت تظهر زي حالة من التعب الجسدي والنفسي كذلك. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو، يعني دعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، عشان يعينهم بالدعاء، بمدد الدعاء إنهم يتحملوا فراق وطنهم مكة المكرمة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه تزرع محبة المدينة في قلوبهم كما هي موجودة محبة مكة في قلوبهم بأصل فطرتهم وتعلقهم بها كحبنا. شوف
يعني كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. محبة الأوطان والانتماء إليها من أخطر وأهم الدروس اللي بنتعلمها من النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبالذات من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام الشريفة، فقد علمنا أن أرض الله تعالى واسعة للعبادة والعمران، وأن حب الأوطان أمر ثابت في النفس والوجدان، لأنها فطرة مخلوقة في الإنسان. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم، فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم، فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل.